أخبار اليوم. فاز اللاعب لطفي تشنت من تركيا بالمركز الثالث. Third place winner لطفي تشنت from Turkey. ويسلمه جوائز كل من الكأس السيد الأستاذ محمد القماح والجائزة المالية السيد الأستاذ حسين الشريف. هنا بيدوس الجائزة المالية السيد الأستاذ خالد طه. أستاذ ياسر، أستاذ ياسر. نائب رئيس الاتحاد الدولي للبليارد لإعلان الفائزين بجوائز.